اي على السريع فترة 12 عندي جسم زي هيك اندفش بقوة F لليمين زي هيك مقلب بزاوية 30. أول خطوة لازم أعرف الفري بدي دايجرام. الفري بدي دايجرام هاي الفري بدي دايجرام أول إشي عليه الوزن للأرض، دائما الوزن عمودي قيمته M في G، وبما إنه اندفش لليمين بده يكون عليه فريكشن بعكس الحركة، بده يكون عليه بما إنه ملامس للأرض بده يكون عليه رياكشن فورس بنسميها نورمال فورس وبنسميها فورس اكسيرتد، بده يكون عليها اف ساين 30 بيكون عليها اف ساين 30. هاي الرسمه تمثل قانون الاكوليبريم دايناميك اللي هو هذا سيجما اف تساوي ام في اي. هاي الرسمه تمثل الاف والام في اي، بنرسم لها رسمه هاي الام في اي. هسه هون بقول له سيجما اف اكس شو بنعمل؟ حدد له المحور، ما حدد المحور بتروح عليك. سيجما اف اكس شو بدها تساوي؟ هاي الاكس هاي الاكس فايش تساوي؟ ام في اي. سيجما اف اكس تساوي ام في اي، فباخذ كل مجموع القوى على اكس، اليمين موجب واليسار سالب انا فرضته. بروح اقول له اف كوسين ال 30 ناقص فريكشن يساوي ام في اي، الفريكشن فورس يساوي ميو اي ومش ميو اس، بالستاتيك كان جاب 8 ميو اس، بالدايناميك ميو كي في مين؟ في النورمال. ميو كي في النورمال بيعطيني الفريكشن، فعشان هيك بدي اضطر اطبق سيجما اف واي. لو السؤال ما في احتكاك سيجما اف واي ما بدي اياها. هسه سيجما اف واي راح اقول لك تساوي زيرو، ليش؟ لانه لما انا ارسم رسمه التسارعات الاحظ انه ما عندي اي تسارع على واي. سيجما اف واي تساوي زيرو. هاي سيجما اف اكس تساوي ام في اي، سيجما اف واي تساوي زيرو، نورمال ناقص ام في جي تساوي زيرو، فالنورمال بتساوي ام في جي. فهي هيك الفري بدي دايجرام. طيب الملاحظات اللي بحكيها من تشابتر 12 كاملة، إذا أنا خلصت المحاضرات بقدر أقول لك أنت أنهيت التشابتر، بظل تركات بسيطة. سطح أفقي، محاور أفقية، سطح مائل، محاور مائلة. هذا أول شيء بشوفه، بشوف سطح مائل مباشرة بقلب محاوري، بشوف سطح أفقي هاي، يعني دائما الوزن هيك شو ما كانت المحاور، يعني عندي هيك سطح مائل عليه دائرة مثلا جسم فهي زاوية 30، بقول له هذا محور اكس وهذا محور واي عمودي عليه، راح اقول لك الجاذبية عندي هيك. فأنا لو هذا هو محور واي فهي الزاوية هي 30، فهي ام في جي ام جي ساين 30 ام جي ساين 30. هذا الاشي لازم يعرفه بالتشابتر، اهم اشي. فدائما الجاذبية لتحت، فانا بدي احلل على محاور الاكس والواي. الفريكشن عكس الحركة، جسمين زي هيك، هذا جسم في فوق الجسم، في بيناتهم رسمه بالاخضر، في بيناتهم فريكشن وتحت في فريكشن. هسه انا بدي افصل الجسمين عن بعض، هاي الجسم اللي فوق وهذا الجسم اللي تحت. فرضا هذا دفشته لليمين، صار دفشته لليمين عليه فريكشن لليسار. هسه هون بيناتهم فريكشن، فانا بدي اعمل اتزان، لما بطبقهم مع بعض بدي الفريكشن تختفي، فبالتالي الفريكشن هاي لها هاي فريكشن 1 وهاي فريكشن 1 نفس الفريكشن. شوي بس فهسه فريكشن 1 فريكشن 1. هسه هاي الارض هسه هي اندفشت لليمين، فرضنا هي اندفشت لليسار مثلا هيك اندفشت لليسار، بالتالي اندفشت اليسار فالفريكشن الها لليمين فريكشن عليها نورما عليها وزن وزن هاي الها وزن، بس هاي عليها رياكشن فورس وهاي عليها رياكشن فورس من السطح هذا، وهاي بما انه عليها رياكشن فورس من هون، وانا لما حللت الجسمين لما طبقتهم مع بعض ما كان في عندي نورمال فورس، اذا هاي نورمال فبالتالي هذا الجسم بده يكون عليه نورمال نفس الاتجاه.
نفس الاتجاه، لانه لما اطبقها مع بعض بدي ما اشوفش نورمال فورس، لما بدي اطبقها مع بعض ما بدي اشوف فريكشن. هاي فكره السؤال، فكره الكاركتر. نحل نمشي 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 اقدر متى كذا مش كثير اسمع هيك ما في سؤال. سؤال بسيط عندي بي وزاويه 30، قال لي اذا الكتله هاي 90.7، طبعا اذا السؤال اجى بالفيت بيعطيك الباوند، فانت مباشره بتعرف انه هو يعطيك الوزن، فانت لما بدك تحل ام في اي دبليو على جي في اي، ليش؟ لانه الام تساوي الدبليو تساوي ام في جي، فانا ركز على هالشغله. فقال لي اذا الام 90.7 كيلو جرام from rest، يعني الاكس انيشال 0 في انيشال 0 وهكذا، find the magnitude of the force P اذا الاكسلريشن 3 to the right لليمين، coefficient of friction between block and plane بتساوي 0.25. هو الخطوة اللي نعملها free body diagram للقوة والتسارعات، هاي القوة عليها 90.7 في 9.81، الحركة لليمين في الفريكشن لليسار في نورمال فورس في عليه بي كوساين في عليه بي ساين، بده يساوي التسارعات ما في عليه غير تسارع افقي ام في اي. فشو بعمل انا هسه؟ محاوري برسمهم بالاحمر، محاوري سطح افقي صح، فبالتالي هذا محور اكس، هذا محور اكس، هذا محور واي، هذا محور واي. بس شو بعمل انا؟ سيجما اف اكس يمين موجب بده يساوي ام في اي، فبده يكون عندي بي كوساين 30 ناقص فريكشن تساوي ام في اي. هاي معادله سيجما اف واي، طبعا معادله عليها نص العلامات، تعويض النهائي ما عليه الا علامتين، فاذا انت جبت المعادلات صح وبتكلش تفلل بس بدك نجاح لا تكمل الحل. سيجما اف واي هقول له نورمال ناقص بي ساين 30 ناقص ام في جي، ام في جي معطاه تساوي زيرو. هسه بطلع نورمال دلت بي ساين 30 ولهذا الرقم، الفريكشن نورمال في بوينت 5 اللي اعطاني اياه، النورمال انا بخليه بدلت بي بحطه هون ام في اي، الاي معطيني اياه 3، الام معي البي بتطلع معي، وهاي التفسير هاي الحل. R اللي هي النورمال ناقص بي ساين 30 ناقص 890، 92 هي 90.7 في 9.81، طبق زي ما قلت هي 0.25 في قيمة المعادلة اللي على Y بتطلع معي قيمة B. السؤال الثاني نفس الشيء، ما بدوش شيء بس غير الكتلة، غير الكتلة والتسارع. طيب هاي أول شيء، هذا السؤالين بس تعليم كيف تعمل فري بدي دايجرام. هسا بكرات بشابتر 12، فكرات بجابتر 12 قلنا في عندنا الطريقة الثانية، الطريقة الأولى شرحناها بالتفصيل طريقة الحبل المعادلات، هسا الطريقة الثانية جابتر 12 بتستعمل الطريقة الثانية. الطريقة الثانية بكل بساطة بقول لك اعمل فري بدي دياجرام لكل بلوك، هاي بلوك A في عليها نورمال في عليها ام في جي وفي عليها تنشن، بلوك هاي بلوك A طبعا حكى لي تجاهل الفريكشن فما في فريكشن فورس. البلوك بي تعملها فري بدي دايجرام عليها طالع منها حبلين، طلع حبل حبلين، هذا حبل محصلته الحبلين هذول، فتو تي ملامس للارض ملامس للسطح، لا بلاحظ انه في فراغ مش ملامس للنورمال، فبالتالي ام في اي، لا تقول لي ام في جي، ليش؟ هسه ما شوفوا على عمودي، فبس هون مش جاذبية لانه في تنشن، التنشن بمنع تسارع الجاذبية فبكون تسارع، هذا تسارع بي، ليش ام في اي؟ ام في جي، ام في جي هذاك التسارعات، انا بلشت اخرج من يوزرز ام في جي. هسه شو بعمل انا؟ هسه هو المفروض السؤال مش اول سؤال ينشرح بالبكرات بس بدي اشرحه. هسه انا بفرض عندي شيء عام اتجاه الحركة، افرض انه لو انا هسحب لتحت وهذا اجباري انه هذا يسحب لتحت، هذا راح يسحب لليمين، فهاي بفرض الحركه زي هيك زي هيك زي هيك زي هيك، بفرضها موجبه، بفرض هي الموجبه مثلا، تمام؟ انا هسه التنشن تبعي هذا لوين؟ لليمين،
لليمين. فايش بعمل انا؟ بقول له اكس اي. طيب بي لتحت والتنشن تبعي 2 لفوق، شو بتكون عندي؟ سالب 2 اكس بي. هاي معادله الحبل. معادله الحبل بتكون كابتر 12، عادي بقدر اطبقها كابتر 11 بس انا ما كناش تعملين الفري بدي ديجرام بالتفصيل. شو بعمل انا؟ بشوف التنشن بالحبال وبشوف اذا هم عكس بعض بعكس الاشارات. طبعا لو كانت سالب اكس اي زائد 2 اكس بي ما في مشكله، لانه انا اصلا راح اتعامل مع سرعه او تسارع او ازاحه بسويهم بالصفر، فلما سويتهم بالصفر ما بفرق معي شيء. فاكس اي سالب 2 اكس بي، منه بعرف انه اي اي سالب 2 اي بي تساوي 0. لا تحكي لي اي اي بتساوي 2 اي بي. البكرات في عندي بروسيجر معين بطبق عليها بشابتر 12 بقدر احل اي سؤال شو مكان مريخي. شو مكان السؤال صعب سهل اي شيء بعطيك هسه بروسيجر تكتبهم اللي معوش دوسيه يعني. بتكتبهم هاي هم موجودين بالدوسيه. هيك عملنا فري بدي ديجرام بس مشان اوجد معادله الحبل. هسه شو بنعمل؟ عرفنا معادله الحبل هسه بكتبها على جنب. هاتي معادله الحبل خلص انا بديش اكسات انا بدي هاي اي اي ناقص 2 اي بي تساوي 0. هاي معادلة الحبل خليها هاي بسمي دائما معادلة الحبل هي equation 1. هسا هذا البلوك A ايش بده يكون عليه تسارعات؟ هذا افقي فالتسارع افقي، بدي بفرض تسارع زي ما بدي. فهاي ام اي في اي اي بفرض التسارع زي ما بدي تمام. هاي اول بروسيجر بفرض التسارع لا البروسيجر اول خطوه وجدت معادلة الحبل وبسويها بالصفر. بسويها بالصفر. ثاني خطوة بفرض تسارع البلوكات زي ما بدي بحيث يكونوا كلهم على نفس الاتجاه، يعني هاي أنا هاي فرضتها لليمين بدي بي أفرضها لتحت زي الاتجاه العام. فرضت بي لفوق بدي أفرض إيه لليسار. لازم تفرض نفس الحركة، نفس الاتجاه. فبالتالي أول ثاني خطوة بفرض التسارعات بنفس الاتجاه. فهذا لما اطبق عليه سيجما اف اكس تساوي 0 بقول لك تي تساوي ام اي كتلتها 100 واي اي مجهول. فهاي شو بعمل انا؟ الخطوه الثالثه بخلي التسارع موضوع القانون وبقول لك اي اي تساوي تي على 100. هاي كويشن 2. طبعا احنا كم مجهول عندنا؟ مجهول مجهولين والتنشن ثلاث مجاهيل، فانا بحاجه ثلاث معادلات. هسه بلوك بي خلص احنا عرفنا اتجاه الحركه فما في داعي هاي. ارسم لها رسمه التسارعات، طبعا المحاور خلص افقيه عرفنا الحكي هذا. راح يكون عليها تي قصدي راح يكون عليها تسارعات، راح يكون عليها تسارع زي اللي فرضته لاي، انا فرضت هذا لليمين واحنا حكينا اتجاه الحركه يمين تحت هو الموجب. مش هو الموجب، فرضنا انه اتجاه الحركه هيك. فايش بعمل انا؟ بما اني فرضته هيك بدي افرض هذا لتحت. بسميه ام بي اي بي. راح اقول له سيجما اف واي، السؤال لو في فريكشن لا استعمل سيجما اف واي مشان اطلع الفريكشن فورس وبعوضها هون بالمعادله ايكويشن 2. ما فيش فريكشن فما في داعي. سيجما اف واي تساوي هسه ايش بعمل؟ انا هون نسيتها. حرام السلام نسيتها غلط افطر. هون بفرض لا تحت موجب او فوق موجب زي ما بدك. افرض بدي افرض لتحت موجب حر انا. فاي شيء تحت موجب واي شيء فوق سالب. راح اقول لك ان في جي اللي هي 100 قصدي 300 لا سيجما اف واي شو بدها تساوي؟ بدها تساوي ام بي اي بي. ليش حطيتها موجب؟ لاني انا فرضت لتحت موجب وهو هذا فرضي موجب لتحت. شو بعمل هسه انا؟ ام في جي 300 في 9.81 ناقص 2 تي تساوي ام بي اللي هي 300 في اي بي. اقول له اي بي تساوي كذا على 300 على 300 تطلع معي اي بي كذا 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 تطلع معي ايكويشن 3. الخطوه الاخيره وبحمد الله اي سؤال بكرات تقدر تحله بهي الطريقه اللي هي
ايه هاي ترسم بلون ثاني اخضر. ايه بحط هون اي بي اللي طلعتها بالكويشن 3 بحط هون، تنساش اضربها باثنين وبتعكس الاشاره يساوي زيرو، بيطلع معك قيمه التنشن. قيمه التنشن عوضها بكويشن 2 بيطلع معك اي، عوض قيمه التنشن بكويشن 3 بيطلع معك قيمه بي. طلع معي موجب التسارع معناته الفرض اللي انا فرضته صح، طلع معي التسارع سالب معناته الفرض اللي عكسته خطا، الفرض اللي فرضته غلط فبعكس السحب. البكرات طلع اول شيء معادله الحبل، ثاني خطوه بعد ما وجدت معادله الحبل سويها بالصفر، مش تخلي شيء بدلاله شيء، خلي بعدين خذ سيجما اف اكس سيجما اف واي للمعادلات للقوة، وخلي اي موضوع القانون، بعدين موضوع القانون هذا اللي خليته بعوضه بالمعادله الحبل الاولى طلع قيمه التنشن. قيمه التنشن بعوضها بالتسارعات، اذا طلع معي موجب فرضي صح سالب بعكس فرضي. طبعا نحل بكرات. طيب بعد ما نحل هذا راح نروح على البكرات، طبعا بضل علينا اكزامبلين بس. طيب 12.4 هذا المثال، اداني سكند بيهايند سكند لانه بشابتر 14 في السؤال نفسه بالرقم، واجا فيرست صيفي فممكن يجي. هذا السؤال مش صعب، هذا السؤال مشكلته تحليل. بدنا نعرف شغله واحده، جسمين فوق بعض يعني هذا جسم جاي زي هيك، هذا دفشته لليمين فهذا راح يتدحرج لتحت، فهون في سرعه نسبيه بالنسبه للاول. الجسم اللي فوق له تسارع نسبي، سرعه نسبيه، ازاحه نسبيه. هاي اول خطوه بدي افهم، الاثنين فوق بعض اللي فوق بتزحلق على اللي تحت مباشره، بقول له في تسارع نسبي واتجاهه باتجاه الحركه زي هيك. الجسم اللي فوق ما بتزحلق على اللي تحت ما في تسارع نسبي. بعمل فريبت ديجرام للبلوكات، بروح اول خطوه هون ما فيش بكرات ولا شيء، اول خطوه بدي اعمل فريبت ديجرام، بروح على الجسم اللي فوق وبروح على الجسم اللي تحت، بروح على اللي فوق هاي بلوك بي، بي على سطح مائل، ها سطح مائل، فاول خطوه عشان ما انسى بفرض محاوري باتجاه السطح هو الاكس والعمودي عليه هو الواي، محاوري هيك وليس هيك. فاهمين هاي الشغله؟ كثير بالكم عليها. شابتر 11 لا، شابتر 11 كله افقي، اكس واي اللي بنعرفهن، شابتر 12 لا بدك تحلل. شابتر 13 نفس الشيء. اول خطوه ريبيد ديجرام، الوزن دائما قلنا لتحت. ام في جي بوك بي 5.4 في 9 8 1. هاي الزاوية دائما هي زاوية السطح، إذا أعطاني الزاوية المتممة بتكون هاي الزاوية مثل المتممة. ننتبه يعني بتكون بعكس الزاوية. فهاي 30 بتكون هاي. خلص هاي بسميها دبليو أنا عشان أريح حالي، بتشكروا المعادلات وحل السؤال كامل. دبليو بتكون هاي دبليو كوساين 30، فهذا السهم بتكون هون دبليو ساين 30. سان قال لك جاهل الفريكشن، لو ما قال لك جاهل الفريكشن بدنا نشتغل. طيب ثاني خطوه عليه نورمال فورس، النورمال دائما خارج من الجسم، قلنا اذا عندي سطح ارض زي هيك النورمال هيك اللي هي الرياكشن. طيب لو عندي جسم سطح زي هيك وهنا في عندي جسم بتكون الرياكشن هيك، لو عندي جسم زي هيك بتكون الرياكشن هيك. تمام، الرياكشن دائما عموديه على السطح. هسه بدها تكون الرياكشن على اتجاه الواي، هاي النورمال لبي، هاي دبليو كوساين 30 باي ان بي، وهاي دبليو ساين 30 ما في فريكشن، لو في فريكشن هذا بنزل لتحت فالفريكشن بيكون لفوق. طيب هذا هاي رسمه القوه، هسه رسمه التسارعات، ان شاء الله ما اكون نسيت شيء، نسيت شيء، هاي نورمال دبليو، خلص لا ما نسيت شيء. رسمة التسارعات
برضو هذا محور اكس، محور واي وهذا محور اكس، ننساهم دائما نفس الاتجاهات. هسه يكون عليه تسارعين، تسارعين، واحد بالنسبه للجسم اللي تحت يعني هو بتزحلق. هسه هذا كيف بتزحلق؟ بتزحلق هيك، هذا بتزحلق زي هيك، بتكون كتله بي انه ام في بي في اي منين؟ هذا بتزحلق بالنسبه لتحت لانه قلنا هذا اذا دفشناه هذاك بنزل، فبده يكون بي ريليتيف ل اي. بنفس الوقت بده يتسارع تسارع الجسم اللي تحته، عادي اشياء فوق بعض ومشوا مع بعض، تسارع اللي تحت نفسه تسارع اللي فوق، فبده يمشي تسارع الجسم اللي تحت. لو فرضت انت دفشته لليمين فهذا بده يكون تسارع ام بي تسارع اللي تحته، تسارعه هو ما له تسارع، هو تسارع قصة ثانية، هاي غلطة مصيبة يعني. إنها شيء ثاني بعدين بقول لكم إياها، ومفروض أقول لكم إياها بشابتر 14 بس للاختلاف بقول لكم إياها اليوم. أم بي في A A، طب ليش هذا ثلاثته هيك مش مع محور X؟ لأنه هذا الجسم A على سطح أفقي، تسارعه أفقي زي هيك، هذا أفقي بروح بحط هاي أفقي، شات تمام. هسه B على سطح مائل وبتزحلق لتحت لأنه أنت دفشت A لليمين، تمام؟ تزحلق لتحت، هذا تسارعه لتحت زي هيك باتجاه السطح، ما هو السطح هو محور X قلنا، أيوه هذا هيك تسارع، أيوه بنزل لتحت، هذا بنزل بسبب مين بنزل؟ بسبب إنه A تحرك يعني تزحلق فجسمين فوق بعض، فB relative لA لأنه لأني حركت A، لاني حركت A بينزل، فسرعه فتسارع نسبي. هسه A تحرك لحاله، واحنا بشكل عام هذا جسم بتحرك، هذا نظام كامل بتحرك هيك لليمين، اذا تحرك لليمين هذا كمان برضه يتحرك لليمين، له جزء من حصة الحركه، هذا برضه يتحرك لليمين، تسارع A هون يكون بالنسبه لB له تسارع هون، فهذا ام بي في اي بي، هاي الفكره. طيب هسه شو الزاويه اللي اخذها؟ اذا هاي كانت 30 فبدها تكون هاي 60 فبالتالي بدها تكون هاي 30. فهسه شو بعمل انا؟ بطبق سيجما اف اكس وبطبق سيجما اف واي، شو بطبقهم؟ بطبقهم على المحاور المائله، بقول له سيجما اف اكس للمحور المائل، المحور المائل عندي هيك، بكتب له برسم له اياها مائله، رسمت له اياها افقيه، سؤال بطير، شو بده يساوي؟ فرضته لفوق موجب، الدوسية فرضته لتحت موجب، حر أنا. راح أقول له بدي أحلل التسارع هذا. أم بي في أي أي كوساين 30 ناقص أم بي في أي بي ريليتيف لأي. فهاي أول معادلة. أو شو سيجما اف اكس بصيروا؟ بصيروا عندي بس سالب دبليو ساين 30، هاي بشطبها بحطها سالب دبليو ساين 30. يساوي كل الطالب دبليو معي الكتل معي، شو المجهيل عندي؟ AA و AB ريتيف ل A. لسه كمان بدي معادلتين، بروح سيجما اف واي تساوي سيجما اف واي، بفرض واي الموجب هيك مثلا، راح اقول له نورمال بي لا ننساها ناقص دبليو كوساين 30 وتساوي هاي مجموع الفورس، هاي الفورس التسارعات عندي سالب ام بي في اي اي ساين 30 وهذا ما بيعمل شيء على واي بس هيك. فعندي كم مجهول هسه صار؟ شوف نشوف هذول المعادلتين، في عندي اي مجهول، بي ريليتيف لاي مجهول، نورمال بي مجهول، هاي بدي هسه انا هسه صار بدي ثلاث معادلات كمان، يعني انا هسه هاي معادله معادلتين ثلاث، وانا معيش الا معادلتين، فبدي اضطر استعمل الجسم اللي تحت، الجسم اللي تحت، الجسم اللي تحت على سطح افقي، الجسم اللي تحت شو عليه قوة؟ عليه اول اشي وزنه، طبعا المحاور افقية لانه على سطح افقي، هاي هيك وهاي هيك. قلنا في فريكشن ما في فريكشن، هذا محور اكس وهذا محور واي،
طيب شوفي عليه قوة كمان، قلنا وزنه، في عليه الرياكشن تبعه النورمال A، في عليه قوة نورمال من الجسم اللي تحته من الجسم اللي فوقه. مش حكينا الجسمين فوق بعض لما أفصلهم واحد بيأثر على الثاني، فأنا لما أطبقهم مع بعض بدي أخلي النورمال تختفي، فالنورمال بدها تكون هيك، هاي نورمال مين؟ نورمال بي، هاي نورمال بي. طب هاي بأي زاوية مالة؟ بكل بساطة بزاوية 30. أتأكد لوك A، 100% ساين مع الواي. هاي شو بدها تساوي؟ بدها تساوي رسمة الجسم نفسها والتسارع اللي أنا فرضته زي الجسم اللي فوق، أم A في A A. فهسا بطبق معادلات سيجما اف اكس وسيجما اف واي. أنا بداخل أخذ سيجما اف اكس أفقي، سيجما اف واي مايل، ما أنا بأخذ سيجما اف اكس أفقي زي محاوري. سيجما اف اكس تساوي 0، سيجما اف واي تساوي 0. سيجما اف اكس ما عندي غير ان بي ساين ال 30، انفرض لليمين موجب، انا ما مش كاتب سيجما اف اكس، بده يساوي ام اي في اي اي. طيب هاي كمان معادله، كم فيها مجهول؟ فيها الاي اي مجهول والان بي مجهول، بس الاي اي في لها معطيات من هون فخليها. طبعا علامتين 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 الثريبت ديجرام كلهن علامتين، هاي 8 علامات، ظل 4 علامات. هذا سؤال عادي اجاني. هسه سيجما اف واي، هاي سيجما اف اكس وفارض لليمين موجب تساوي سيجما اف واي بدها تساوي نورمال اي ناقص نورمال بي كوساين 30 ناقص دبليو تساوي 0. هسه المعادلة عندي، أو خلنا نعدل المجاهيل اللون الأسود، مجهول مجهولين 3 4، عندي 4 مجاهيل. وكم معادلة عندي؟ 1 2 3 4، وهيك 10 علامات، ظل علامتين اللي هم تعويض الحدود، تعويض تطلع الجواب النهائي. بكل بساطة خلي نورمال بي بدلالة A، وين بروح؟ بروح على هاي المعادلة وبطلع تسارع A. هاي خلي AA تساوي كذا NB وحطهم تطلع NB وارجع عوضها تطلع معك AA. طلعت معك AA بتروح هون بتطلع الـ AB relative لA، يعني تعويض مباشر صفت، طلعت الـ AB relative لA وبس خلص، طلعت AB و AB relative لA. طيب الترك اللي بدي أقوله اللي هو اللي عليه 4 علامات، لو أجا يعني لو بدي أضيف هالسؤال عليه علامات، عاد الدكتور كان يغير علامات كثير. لو طلب مني acceleration B، طبعا هذا الرسم خلص كله بدي أمسحه، عرفت كيف أجي المعادلات؟ أنا بدي acceleration B. هسه أنا معي هسه احنا معنا هاي المعادلة AB relative لA بتساوي AB ناقص AA. راح تقول لي انا هذا طلعته في AB بجمعهم، حقول لك زيرو قلت دي تمام زيرو جمعتهم مباشر. محسن يعطيك العافيه. طيب هون يعني acceleration B مش شرط يكون لها تسارع اصلا. كيف مش شرط؟ ما هي بتتزحلق. ما هو مش عارف، هي بالنسبة للسطح اللي عليه إذا كان في فريكشن ما راح يصير أصلا تسارع. لا عادي، فريكشن بقلل الحركة مش بصفر الحركة. لو قال لك ماكس. طيب عندي سؤال، سيبنا من التسارع. عندي سؤال بالنسبة للتسارع اللي بنتج على الصغيرة من الكبيرة، وين اتجاهه؟ اتجاهه أنا هسه هو منطقيا لهيك اتجاهه، إذا طلع معي سالب معناته لفوق. لا قصدي من حركة إيه، مش منتج تسارع عبي؟ هيك اتجاهه مباشرة، لأنه نظام كامل بعتبره ما يتمشوا نفس الاتجاه. أكمل. هسه شو صار عندي؟ قلنا هون إذا جمعتهم مباشرة زيرو، ليش؟ لأنه بكل بساطة هذا مايل بزاوية 30 وهذا مايل بزاوية أفقية، بسلخوا هذا آي وهذا بسلخوا آي وجي، بطرحوا بجمع جذر وزاوية تمام؟ فيكتورز مشان قلت لكم هاي أنا غلطت فيها ترى.
بس الدكتور عوضني بست علامات بدال، يعني خصم لي 4.5 ورجع ارجع زاد لي 6. فهمت كيف؟ ف خصم 4 للكل مشان ما عمل اي وجي وجذر وزاوية. وقتها ولا واحد فلل سكن، تابع 20.5 سؤال جاني سكت مش فيرست. فالفكره اللي بدي احكيها انه ننتبه الريلاتيف فيلوسيتي قلت لكم ركزوا عليها، اتجاهات هذول مختلفه فاي وجي جذر وزاوية. هيك يكون انتهى السؤال. بطيخة. طيب قلنا كمان المحاور كلنا بنغيرهم إذا سطح مائل. برضو إذا عندي تسارع مركزي ومماسي برضو في عليهم بحط المحاور هم التسارع التانجنت، يعني هذا المركز فهذا هو محور النورمال والعمودي عليه هو محور التانجنت. بحلل على التانجنت والنورمال سيجما اف تي بسميها، بفرضه هيك مثلا، سيجما اف نورمال بفرضه هيك مثلا وبحل. طبعا سيجما اف نورمال بتساوي ام اي ان اي ان فيتر ما اشتغل ما اشتغل بتساوي في تربيع على رو. تمام، يعني ممكن اخلط شابتر 11 ب 12 بالنسبه للحركه الدائريه. وسيجما اف تي بتساوي ام اي تي، واي تي بقدر استعمله من شابتر 12. وبعدين طلبني تسارع كلي بيشتغل اي تربيع زائد هاي. الفكره اللي بتيجي على شغله الحركه الدائريه بالنسبه للشابترين، زي ما حكيت لكم السؤال اللي بيجي زي هيك، حركه خط مستقيم بعدين بنزل زي هيك، هاي نقطه هاي نقطه اللي هاي يو 50 صار سنوات ناشطه مع حله، وهاي رو حط حله بالتوسيه بالسلاب الفتيوهات مش حاطه بالتوسيه. حكى لي ال اي تي كونستنت وقال لي المسافه هاي واعطاني السرعه هون وهون، انا زي كانه ايش حكى لي؟ حكى لي اي تي طلعها يا حلو، وقال لي اذا التوتال اكسلريشن بتساوي 3 ايش طلب مني؟ طلب مني اوجد رو. انا ايش بعمل؟ عندي مجاهيل شوي، عندي هسه بقول اي تساوي الجذر التربيعي 9 3 بتساوي اللي طلعته هون افرضها 1 1 تربيع زائد اي ان تربيع، ربع الطرفين تطلع معي اي ان، اي ان في تربيع على رو، اي في بطلعها تطلع معي رو. او مرات ما بيعطيني زي في بيعطيني اكيد فبضرب وبطلعها. شوفي حالي حالي زي ما قلت، مشكلة معيش السؤال بالضبط ومش بالكتاب، هذا بالكتاب عندي الورقي مش اللي هون. نفس الفكرة بس بيعطينيش اي تانجنت ولا نورمال، فبضطر احلل البلوكات السرعة السيارة بعتبرها بلوك وببلش احلل. موجود بالهاي. هاي الرسمة اللي أخذ مواصلات، بعرفوا إن هاي الرسمة بتخص هاي الرسمة تخص إنه دوار، رسمة الدوار اللي أخذ مواصلات، بالتالي المركز هون والتانجنت عمودي عالي، فهذا محور التانجنت وهذا محور النورمال، وبحلل سيجما فيك وسيجما أوف في الرياكشن فورس هيك والوزن لتحت، وبطبق سيجما فور سيجما فيك وبطلع. مش مهم هذا السؤال أصلاً، يمكن الدكتور ما شرحه. طيب نيجي على الأسئلة. طيب هذا السؤال إذا هاي 20 تكون هاي 20 تكون هاي 20، تمام هاي هو القاعدة تكون هاي 20. ليش؟ لأنه نفس الحبل نفس الحبل من شابتر 3 ستاتيك ما يعرف هذا الحكي. إذا هاي 40 هاي 40، هيك إحنا طلعنا التنشن بالكيبلز. هو شو طلب مني؟ 12.5 لك أوجد السبيد للبلوك بعد ما مشت 0.45. بكل بساطة هاي البلوك عليها ام في اي ام في جي قصدي، وعليها كم؟ عليها التنشينات 20 20 20 60 و 40 عليها 100. 100 ناقص ام جي شو بدها تساوي؟ رسمة التسارعات بفرض التسارع وين ما بدي افرض لتحت ام في اي. ليش مش جي؟ لأنه مربوط بحبال. ما وصلت على الكرات. طيب بلا اصبر دقيقة بس تجيب بطارية للماس.